المتفرجين المستمعين، يعني حول مباشرة بعد استدعاء السيد رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة بالنسبة للبلديات التي لم تتم بها الانتخابات المحلية الأخيرة، وذلك لأسباب فنية لأنه لم يكن هناك مترشحون آنذاك. يعني السبب واضح، يعني مع احنا الدستور يفرض على السلطة الوطنية المستقلة أنها تكسب المصداقية نتاعها من الشفافية أولا، وبالتالي الواجب نتاعنا يعني كل صغيرة وكبيرة نحيطوكم بها علما حتى تتمكنوا أنتم أيضا بالقيام بالتحاليل اللازمة وإنارة المواطنين، خاطر الدور نتاعنا كلنا وشو الدور نتاعنا احنا رانا باش نبنيو الجزائر، خاطر احنا هنا ما احناش في النقد، كيف كل واحد كيفاش يساهم في بناء هذه الجزائر الديمقراطية اللي يكون فيها تكون فيها الحوكمة مبنية على الاختيار الحر للشعب، وتكون فيها التداول على السلطة مبني على السلمية. هذه كلها تطلب الوعي وتطلب المسؤولية وتطلب الشفافية والصراحة في 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 المعاملة. يعني الجانب هذايا هام جدا، لأن لابد نكرره ونعوده كل مرة. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات راهي دستوريا وقانونا ملزمة بالسعي لمساعدة في تعميق الديمقراطية الدستورية بما يتضمن هذا المصطلح من أبعاد اجتماعية وقانونية وسياسية. هذه يعني في البداية، ولهذا تخلي السلطة الوطنية يعني في حال تأهب مستمر، لأن السيد رئيس الجمهورية لما اصدر المرسوم نتاعو في نفس اليوم، في نفس اليوم ساعات فقط بعد إعلان السيد رئيس الجمهورية لاستدعاء الهيئة، رئيس السلطة المستقلة أصدر خمس قرارات إعدادا وتحضيرا لهذا الاقتراع، وتبلغت وزارة العدل ووزارة الداخلية فورا بخمس قرارات لتنظم سيما المراجعة الاستثنائية اللي راح تقع إن شاء الله ابتداء من يوم 20، لأن كل وزارة من هذه الوزارتين عندها دور، واحدة عندها دور لوجستي والأخرى عندها دور تأطيري، لأن اللجان المراجعة هذه كما تعلمون كلكم هي مترأسة من قبل قضاة يعينهم رؤساء المجالس، رغم أن الفترة نسكنها البلد باللي فترة عطل، يعني معظم القضاة ولا معظم الموظفين ولا معظم المندوبين نتاعنا راهم في فترة، ولكن هذا ما منعش السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باش تجند كل الطاقات نتاعها، يعني في الساعات مباشرة بعد أن أحيطت علما، يعني قبل نشر المرسوم، هذا بالطبع أمر يعني طبيعي جدا أن السلطة تكون على بالها باللي السيد رئيس الجمهورية راه في الساعات أو في اليوم اليومين اللي راه يجي وراه يمضي المرسوم للاستدعاء للناخبة حتى تتأهب وتتحضر روحها. وبالتالي اليوم يعني مستوى التحضيرات ما يصدقش الإنسان. اليوم كان أي مترشح يحب يترشح يتوجه المندوبيتين في بجاية تزويزو، كانت كل الوثائق كل ملفات الترشح موجودة تحت تصرف المترشحين، كل الوثائق يعني بالعنوان نتاع المرسوم الرئاسي كانت موجودة في كلتا الولايتين وعلى في خدمة وعلى في متناول كل المترشحين. إذن هذا من باب الاستعداد والعدة التي كانت حضرتها السلطة الوطنية. إذن الخمس قرارات الضروريين
لتأطير وتنظيم هذا المرحلة الأولى من هذا الاقتراع هي المراجعة الاستثنائية للدوم 28 إن شاء الله مهيئة والقضاه تاعها معينين ولكل الاجراءات راهي ندعو بهذه المناسبه ايضا كل الشباب الذين ان شاء الله سيبلغ اعمارهم 18 سنه يوم 15 اكتوبر ان يتوجهوا ويسجلوا انفسهم حتى يدخلوا في مصف المواطنين الذين لهم كلمه ولهم يعني تاثير على مسار الحوكمة في بلادنا. بقيت نعطيكم بعض الإحصائيات يعني باش تفيدوا بها يعني القراء والمتفرجين يعني حتى باش يفهم الإنسان فقط يعني الوضع نفكركم فقط ببعض عندنا هما كاين ست بلديات كان ربع بلديات في بجاية وبلديتين في تيزي وزو عندنا عدد المقاعد المقترحة يعني لو نومبر دو سياج كي سون توفر المقترحة في كلتا في تلك البلديات عندنا في بلدية فرعون عندنا 15 مقعد دي معروضة للمنافسة وينبغي ان يكون بها يعني في القائمة اللي تكون متقدمة يكون فيها 18 مترشح كل قائمة تتقدم عندنا 15 زائد 3 قانون اللي ينص هذا مثلا مسيسنا لازمها 13 عندها 13 مقعد لازمها 16 مترشح عندنا عدد الناخبين عدد الناخبون قبل المراجعة الاستثنائية يعني لساعة اليوم عندنا مثلا في فرعون عندنا 10,443 ناخب في مسيسنا 4,681 يعني المجموع نتاع الناخبين بالنسبه للبلديات السته يعني عندنا بهم 90 مقعد بالنسبه لهم 90 سياج يعني لو توتال دي سياج بور لي 6 كومين كونسيرني عندنا عدد المترشحين اللي لازم تكون القوائم متوفر من ضمنتها 108 مترشحين عندنا عدد الناخبون يعني قبل المراجعة في ست بلديات 57,854 عندنا عدد مراكز التصويت نعطيك من المجموعة ومن بعد إن شاء الله بالك نعطيكم الرزنامة ونعطيهم فالأربعة نسخة من هذه الوثائق حتى تستغلوها إذن عدد مراكز التصويت 51 عدد مكاتب التصويت 171 عدد المؤطرون 1452 كلهم معينين وعدد الناخبون إجمالي يعني بالنسبة للبلديات كلها قلنا 57,763 هذا قبل للمراجعة الاستثنائية ممكن بعد المراجعة يطلع العدد حناش عارفين شحال يطلع 10% 20% حناش عارفين يعني شحال ولكن هذا للوضع الحالي عندنا نعطيكم مقارنة يعني باش تفهموا يعني فقط من ناحية الدينامية يعني المقارنة يعني قلنا مقارنة مع الانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية اليوم 27 نوفمبر لأن هذوما بلديات كان من المفروض راه تم الانتخاب فيهم في 27 نعطيكم مقارنة مع البلديات التي تم فيها الانتخاب عندنا مجموع بلديات ولاية بجاية هما 796 بلدية مجموع بلديات بجاية اللي راهي موجودة 776 بلدية عدد المترشحين اللي ينبغي ان يكونوا واللي كانوا في الاقتراحات تاع 27 نوفمبر 2021 2111 عدد الناخبون قبل المراجعة الاستثنائية بالنسبة للبلديات كلها 558,373 عدد مراكز التصويت
يعني في الولايتين بالنسبة للبلدية 509 عدد مكاتب التصويت، 1705 عدد المؤطرون، 22125. هذا الشيء يعني اللي كان في الانتخابات نتاع 27 نوفمبر بما فيها البلديات، يعني اللي راهي نعاودها. دونك عندنا مجموع ربع بلديات بولايه بجايه يشكلوا دونك بالمقارنه مع 796 مقعد عندهم 63 مقعد. بالنسبه لعدد الناخبون قبل المراجعه، العدد الاجمالي للولايتين 558373. بالنسبه البلديات ولايه بجايه 46938، يعني البلديات ربع المعنيه. عدد مراكز التصويت 40 مقارنه مع 509 اللي تكلمنا عليها. عدد مكاتب التصويت 144 بالنظر ل 1705 اللي تكلمنا عليها. اذن مجموع المؤطرون 1208 بالنظر الى 22125 اللي كانت يعني تكلمنا عليها قبل. بالنسبه يعني نعطيو النسبه، بالنسبه لعدد المقاعد، المقاعد في البلديات ولايه بجايه تتكون 7.91%، وعدد الناخبون قبل المراجعه السنيه يشكلون 8.41%، عدد مراكز التصويت يشكلون 7.86%، وعدد مكاتب التصويت يشكلون 8.45%، وعدد المؤطرون يشكلون 5.46%. عندنا بالنسبه لتيزي وزو، تيزي وزو مجموع بلديات ولايه تيزي وزو 1047، كنا بجايه كانت 796، تيزي وزو راهي 1047 بلديه. عدد المترشحون الذين ينبغي ان يكونوا فيها 3082، يعني الولايه ككل بما فيها البلديتين المعنيتين، يعني 382. عدد الناخبون قبل المراجعه الاستثنائيه في ولايه زوزو 697710. عدد مراكز التصويت 704. عدد مكاتب التصويت 1744. عدد المؤطرون 24272. مجموع البلديتين بولايه تيزي وزو عندنا عدد المقاعد بها 26. عدد المترشحون الضروريون يعني اللي تكونوا موجودين في القوائم 32. عدد الناخبون قبل المراجعه 10906، قارنوها مع 697 اللي اعطيتها لكم، يعني اللي كانت في 27 نوفمبر. عندنا عدد مراكز التصويت 11 بالنظر ل 704 اللي ذكرتها لكم قبل. عدد المكاتب التصويت 27 بالنظر ل 1744. وعدد المؤطرون 244 بالنظر ل 24276 اللي تجندوا خلال الانتخابات نتاع 22 نوفمبر 2021. دونك ما يمثل بالنسبه يعني نعطيك من البورسنتاج واش يمثلوا هنايا. دونك عدد المقاعد يمثلوا 2.48%، 2.48%. عندنا عدد الناخبون قبل المراجعه يمثل 1.56، يعني 1.56%. عندنا عدد مراكز التصويت ايضا 1.56%. عدد مكاتب التصويت 1.55%، يعني وعدد المؤطرون يشكل 1.01%. عندنا مجموع نعطيكم يعني دوك الان يعني بالنسبه للوطن، يعني ان كومباريزون بارابور او ستاتيستيك ناسيونال. عندنا مجموع ولايات بجايه وتيزي وزو عندنا 90 مقعد. مجموع عدد المترشحين قلنا 108. عدد الناخبون قبل المراجعه
57894 هذو اللي معنيين بالاقتراع اللي جاي. عندنا عدد مراكز التصويت 51، وعدد مكاتب التصويت 171، وعدد المؤطرون 1452 يعني بالنسبه للولايتين. المجموع الوطني باش نفهموا، قلنا بالنسبه لعدد المقاعد قلنا 90 بالنسبه للولايتين، بالنسبه للمجموع الوطني كانت 24891 يعني ما يشكل 0.36% يعني عدد المقاعد بالنسبه لعدد المقاعد اللي كانت متنافس من اجلها وطنيا يشكل 0.36%. عندنا بالنسبه لعدد الناخبون قبل المراجعه، يعني مجموع ولايه تيزي ويزو وبجايه 57854، مجموع الوطني تاع الناخبون اللي شاركوا اللي كانوا معنيين بالمشاركه اللي كانوا يشكلون الكتله الناخبه الوطنيه هو 23,609,754، ما يشكل اذن نسبه 0.25%. بالنسبه لعدد مراكز التصويت كان على المستوى الوطني كان 13,441 مركز، ما يمثل عدد ال 51 اللي راهو موجود في الولايتين 0.38%. بالنسبه لعدد مكاتب التصويت بالنسبه للولايتين كان قلنا 100 البلديات المعنيه درك، يعني انا بالنسبه للولايتين البلديات المعنيه في الولايتين قلنا بها 171 مكتب. بالنسبه للوطن كان 61803 في 21 نوفمبر 21، ما يمثل نسبه 0.28%. وبالنسبه لعدد المؤطرين عندنا كان 1452 مؤطر بالنسبه لست بلديات بالنسبه للولايتين، بينما كان بالنسبه للوطن كان 804,127 مؤطر، ما يمثل اذن 0.18%. يعني نجمو يعني من خلال يعني التحاليل يتضح جليا ما يلي. بالنسبه لعدد الناخبون المسجلون قبل المراجعه الاستثنائيه، فان مجموع الناخبون حاليا بالبلديات السته يقدر ب 57854، يعني باش نعطيك من حوايج الارقام هذه من اجل يعني المقارنه لكم كصحفيين، وايضا بالنسبه للتحاليل اللي تقدموها. لا لا دونك ما يمثل اذن 0.25% من الهيئه الناخبه داخل البنوم مثل ما